مبروك عليكم السلام ورحمه الله. سي معزم كحله تكل على الله السي العبوبي الله يسالي يجيب التيسير. العبوبي محمد لهبارزه الجانب ديال الجمهور كذلك تبارك الله عليكم. نقدم لكم نور العصر ان شاء الله. تحيه للاخوان ديال الصباحات الالكترونيه اللي كيديروا لنا خدمه مباشر. حدث 24 شرقاوي عزيز سي محمد جي دارو تي نوح نيوز تنحييكم النقد ديالكم مباشر لا تنسوا هذا. عبدالله محمد وضام زعيف عبدالله ما يسالو يجيب كسرى اخوان هذا هو المقدم خطيب سعيد ديال ولاد قي الشوق جماعة الدار وزيد واحد النصر. اوه معليش المقدم الصلاح تبارك الله عليك السي عبد الغني. كذلك كنحيو الاخ عبد اللطيف حقاوي على المجهودات والتنظيمات ديالو. يعني صراحة واحد الشاب اللي هو طموح ومساهم كذلك في التنظيم ديال هذا الموسم هذا. عادي المرضي. يعني جميع الفعاليات المجتمع المدني متطوعة أغلبيتها متطوعة هنايا من أجل إنجاح هذا الموسم هذا. فكنشكر الأخ عبد اللطيف الحقاوي. هذا هو المقدم العبوبي من ولاد حمزه لهبابزه بالعكس لهبابزه انه غادي يعاود طلقه. منذ بداية هذا الموسم ديال التبوريده فهو جميع الطلقات ديالو كانت طلقات ممتازة. ماسا تبارك الله عليك السي عبد الغني زيان كي جاتك هذه السي عبد الغني زيان اخي عبد الغني مبروك الله يبارك فيك خويا عبد الغني مبروك. ونقول لها مشا ولا نقول لها السعادة وصحتكم أسيدي وتستاهلوا الكل تبارك الله على ولاد بركات. عبد المجيد الرقان ولاد سليمان حتى من الميكرو تكل على الله. حتى أسيدي تكل على الله.